إلى شباك الدنيا مشاهدينا، ونتوجه إلى سلطنة عمان وهذا المطعم الفريد. السبب لا يعود فقط لاستعمال التكنولوجيا الحديثة في الطلبات، بل كذلك لتقديم الطعام عن طريق أجهزة روبوت متطورة. وهيبة بوحلايس قامت بهذه التجربة فلنرافقها. اليوم نحن في زيارة لأحد المطاعم هنا بالعاصمة العمانية مسقط. قد يتساءل البعض، وما المميز في هذا المطعم؟ هل تريدون معرفة السر؟ إذن ابقوا معنا لمعرفة المزيد. ماجد هو شاب عماني أسس هذا المطعم في بداية 2018. أتت الفكرة خلال رحلتي إلى اليابان لعمل معين، فكانت هناك فكرة قريبة من هذا المطعم، فتم تطويرها، تم تعديل الفكرة وتم التنفيذ. إقبال كان جدا 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 كبير على هذا المطعم، يعني أنا من كثر ما كان في إقبال حتى تميت شوية أخف من الإعلان على أساس أسيطر على الوضع. الأسعار نحن عندنا الأسعار جدا أسعار طيبة وعادية جدا، يعني نحن ما رحنا رفعنا الأسعار عشان أنه موجود في روبوت أو شيء. أسعارنا مثل أسعار المطاعم الثانية إذا مش أفضل. الشخص لما يأتي إلى المطعم يأتي ويطلب من المنيو الذي موجود عن طريق التاب، فيطلب الأوردر ما لو يروح أوتوماتيكلي إلى المطبخ، من المطبخ ينرسل إلى الروبوت بشكل تلقائي. طبعا هناك في نقطة وصل بين التاب اللي طلب منه الشخص يعني إلى الروبوت، فيكون في تواصل بين الروبوت والمطعم والطاولة اللي انطلب منها الأكل. الآن حان وقت طلب عصيري المفضل، وهو عصير البرتقال الفريش. أورنج جوس، تشارت، أوكي، انتهينا. سند تو كيتشن.